قام سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بزيارة للمعرض الذي دشنته الوزارة في مجمع السيتي سنتر بالتزامن مع اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين. ويقدم المعرض أبرز محطات الدبلوماسية البحرينية منذ تأسيس دائرة الشؤون الخارجية عام 1969 مرورا بإنشاء وزارة الخارجية عام 1971 وتعيين سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة كأول وزير للخارجية آنذاك، وقوفا على أهم اللحظات الفارقة في تاريخ الدبلوماسية البحرينية، بالإضافة إلى التعريف برؤية ورسالة وزارة الخارجية وأهدافها الاستراتيجية. ويستعرض المعرض قيم المجتمع البحريني الراسخة المتمثلة في حسن الجوار والتعايش السلمي والتبادل الحضاري مع جميع الأمم والشعوب، من خلال عرض الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه خلال استقبال بابا الفاتيكان. وخصصت وزارة الخارجية في المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام مساحة بعنوان كيف نستطيع خدمتك، توضح أهم الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى التعريف بأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية. كما اشتمل المعرض على مساحة للأطفال ومكتبة إلكترونية تضم عددا من الأفلام التي تستعرض أبرز منجزات ومحطات وزارة الخارجية.